حياكم تفضلوا. بصراحة شوي شباب تدري. أنت شرف يا أبو عبد الوهاب في هاليوم هذا وأخطب بنتك الكريمة حق ولدي سمير. بالعكس إحنا عائلة ما نوقف شرع الله. مو كذي يا بنيتي؟ بعد ما في ماكو مشكلة ومبين على أشكالكم إن عائلة محترمة. بس أنا شايفك مكان ما أدري وين. أنا خبير أرصاد جوية سابق. مرة قلت في أمطار وما صار في أمطار طلعت. ها أنا ما طالع تلفزيون ما أدري. لكن عندي لكم سؤال، أنتوا تقدرون على ما تشلت هالدرة؟ شلون ما نقدر؟ الحمد لله ثلاجتنا متروسة. يقول ثلاجتنا، متى آخر مرة سامع ثلاجة؟ بالسفر يبا. أنا أقول لك إن هذه الدرة فيجيتيريان. فيجيتيريان يبا. أفا سلامات. شنو فيجيتيريان؟ هذا شنو؟ ولاية أمريكية يمكن. ها. أو نادي. قبل لا أقضبهم الباب، عندك سؤال لهم؟ عندهم فاكهة الكاكاو؟ سؤال جميل هذا. عندكم فاكهة الكاكاو؟ نحاول بندبرها إن شاء الله. عندكم فاكهة السنابول؟ السنابول أنا هذه لعبتي المفضلة، هذا اللي يأخذ الكرة وينحوش. السنوب دوغ مطرب أهفة على رأسه ولا لا؟ هذا يأخذ كرة كذي. عندهم فراولة بيضة؟ في مرة بحياتك مر بسمعك وصيوان إذنك شيء اسمه فراولة بيضة؟ فراولة بيضة، فراولة بيضة يبا تكفى دبر. شوف ربعك الفراولة العادية وصبخ هذا تش تش. الظاهر هذيلا وايد طولنا وياهم. أنا كل اللي عندي قلته، أنت شنو عندك؟ سمعتي. قوم اطلع برا. ها يعني متفاجئ؟ سابع مرة ننطلع.